ما بين هذه الأنفاق ومكتب حماس السياسي في الخارج يستعر خلاف بين جناحي الحركة السياسي والعسكري محوره قضيتان رئيسيتان إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب سياسي حماس وبعد شهرين ونيف على الحرب يبحثون عن نهاية لها ولا يريدون لعبة محصلتها صفر تصريحات أدلى بها حسام بدران عضو مكتب حماس السياسي لصحيفه وول ستريت جورنال خلال الايام الماضيه لم يتوقف قاده حماس عن الدعوه لانهاء الحرب في غزه نؤكد اننا منفتحون على نقاش اي افكار او مبادرات يمكن ان تفضي الى وقف العدوان ونؤكد هنا انفتاحنا على كافه الجهود التي تفضي الى وقف العدوان على اهلنا في قطاع غزه. هذه التصريحات يقابلها العسكر براي اخر، فالحرب وفقا ليحيى السنوار الذي تتهمه اسرائيل بالوقوف وراء هجوم اكتوبر لم تنتهي بعد. راي غاضب قيل انه نابع من محادثات لم يكن طرفا فيها. تقول المعلومات ان القياده السياسيه لحماس انخرطت في محادثات مع السلطه الفلسطينيه سرا ودون علم السنوار امر اغضب الرجل وطالب بوقفها على الفور وفقا للتسريبات ابدى قاده حماس السياسيون في هذه المحادثات استعدادهم للانضمام الى منظمه التحرير الفلسطينيه ودعم المفاوضات في ظل حكومة وحدة وطنية لإقامة دولة فلسطينية. يقول بدران إن حماس ليس لديها خطط لنزع السلاح أو تغيير موقفها تجاه إسرائيل. أمر يبقى مرهونا بنتائج الحرب ومدى هوة الخلاف مع العسكر في قادم الأيام. رائد المصطفى العربية